سوف تكون في تمام الساعة الثانية في ظهر هذا اليوم مع حجني أصحاب السمو الشيوخ. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام نتابع البداية والمقدمة، وأرى أشقر من قاد المجموعة محمد بن خلف بن خادم الرميثي في متابعة أشقر على المقدمة، يلي مع المركز الثاني أرى هني معزم ظافر بن مهدي بن ناصر الأحبابي يتقدم على مستوى المركز الثاني، ومع المركز الثالث وصل نهرين سالم بن محمد بن سليم العفاري في متابعة وانطلاقة نهرين، مع المركز الثالث رابع التحديات القدوم في هذه اللحظات من مرموق بقي بشعار محمد بن راشد بن قحيد المهيري من يتقدم على مستوى المركز الرابع وخامس الانطلاقات من الجانب الآخر الصيرمي علي بن راشد بن حمد بن غدير متابعة وانطلاقة الصيرمي مع المركز الخامس، ومع المركز السادس القدوم من معاند مكتوب سعيد بن منانة من يتابع تقدم معاند مع المركز السادس، بينما إذا انطلقنا مع المركز السابع بأرى التحديات لمجد سالم بن حزمي بن قناص العامري في متابعة وانطلاقة مجد مع المركز السابع، ومع المركز الثامن التقدم في هذه اللحظات والتسلل. نتابع القدوم في هذه اللحظات على مستوى المركز الثامن والغزال علي بن محمد بن سالم الخاطري في متابعة وانطلاقة الغزال مع المركز الثامن، تاسع الانطلاقات أرهني سراب خليفة بن حمدان بن محمد الحميري في متابعة سراب على مستوى المركز التاسع وعاشر الانطلاقات من الجانب الآخر. نتابع شاهين حمدان بن راشد بن محمد بن دحروي العامري يتقدم أيضا على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ندانا الأول للعشر الأسامي المتقدمة بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المتميز، ولكن لنا عودة مع الصدارة وبداية هذا الشوط والمقدمة. وأرى هناك نهرين من قاد المجموعة من انطلق بالصدارة، سالم بن محمد بن سليم العفاري في متابعة وتقدم نهرين من بدأ يقود هذه الجموع وينطلق بالصدارة، يليه أشقر مع المركز الثاني، محمد بن خلف بن خادم الرميثي يتقدم أيضا بخطى ثابتة على مستوى المركز الثاني، ومع المركز الثالث أرى هني معزم ظافر بن مهدي بن ناصر الحبابي في متابعة معزم وانطلاقته الجميلة والرائعة على مستوى المركز الثالث. نتابع المركز الرابع وأرى هني مرموق، أرى مرموق مع المركز الرابع محمد بن راشد بن قحيد المهيري في متابعة مرموق على مستوى المركز الرابع، خامس الانطلاقات من الجانب الآخر معاند بدأ يعاند الجميع، بدأ في الانطلاق المبكر مع الكوكب الخماسية الماسية على مقدمة هذا الشوط معاند مكتوم بسعيد بن منانة من يتابع تقدم معاند، من بدأ يتسلل أيضا مع المراكز المتقدمة. مغادرتنا للوحة الثلاثة كيلومترات، انتصفنا المسافة، بدينا مع العد التنازلي لمجريات هذا الشوط، ومع المركز السادس التقدم في هذا الانطلاق. نتابع سناد من بدأ يتسلل مع المركز السادس، سناد العبيد بن سعيد بن عبيد الاكتمي يتقدم على مستوى المركز السادس، ومع المركز السابع الغزال علي بن محمد بن سالم الخاطري متابعا لانطلاقة الغزال مع المركز السابع، بينما انطلقنا مع المركز الثامن بأرى القدوم لمجد سالم بن حزمي بن قناص العامري، ومع المركز التاسع شعار علي بن راشد بن غدير يتقدم أيضا مع الصيرمي مع المركز التاسع. عاشر الانطلاقات نتابع سراب لخليفة بن حمدان الحميري من ينطلق على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجة النداء الثاني أكملناه للعشر الأسامي المتقدمة في هذا الشوط وفي هذا الانطلاق المثير، شوط من أشواط الإنتاج والمنتجين في هذا العالم الساحر.
ختام هذه الأشواط الصباحية الجميلة أيضا مع شعارات أبناء القبائل الحاضرة بكل قوة لنعود مع الصدارة والتغيير اللي طرى وجرى على المقدمة. أشقر 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 قاد المجموعة انطلق بالصدارة لمحمد بن خلف بن خادم الرميثي. أهالي السمحة أيضا يتابعون تقدم أشقر في هذا الانطلاق المثير وفي هذا التحدي الرائع. بدأ يباعد المسافة بدأ بير الشوط مع هذا الانطلاق المثير اللي قدمه أشقر. نتابع المركز الثاني وأرى نهرين للسالب بن محمد بن سليم العفاري مع المركز الثاني. المركز الثالث نتابع القدوم المعاند مكتوم بن سعيد بن منانة. من يتابع معاند على مستوى المركز الثالث رابع الانطلاقات. نتابع مرموق مع المركز الرابع محمد بن راشد بن قحيد المهيري في متابعة مرموق مع الكوكب الرباعية مع الكوكب الرباعية على مقدمة هذا الشوط. ولكن أرى التسلل أرى التسلل مع المركز الخامس الأسامي القادمة في هذه اللحظات. نتابع 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 التسلل مع المركز الخامس سراب لخلفان بن حمدان لخليفة بن حمدان بن محمد الحميري يتقدم على مستوى المركز الخامس. سادس الانطلاقات أرهني شاهين لسعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد يتسلل بأول ندى ينطلق مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز السادس. ومع المركز السابع نتابع مفجر لسعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي من ينطلق بتحديات مفجر. مع المركز التاسع نكمل من النداء ولكن نعود مع الصدارة. نتابع نتابع البداية غادرنا لوحة الكيلو المتر الأخير والخطير. أشقر يسيطر على المقدمة يقدم عروض متميزة في هذا الصباح الجميل. بدأ يباعد المسافة بدأ يباعد المسافة. أشقر 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 على مقدمة هذا الشوط. محمد بن خلف بن خادم الرميثي يقدم أشقر سراب. ولكن أرهني أيضا التحديات المعاند مكتوم بن سعيد بن منانة. مع المركز الثاني المركز الثالث نهرين سالم بن محمد بن سريم العفاري. ومع المركز الرابع انطلاقة شاهين لسعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد. مع المركز الرابع ولكن أشقر هو الأقرب هو الأقرب لناموس هذا الشوط والأسامي القادمة التحديات القادمة. نتابع نهرين أول الهاجمين أول المنطلقين. مع المركز الثاني نهرين لسالم بن محمد بن سريم العفاري اللحظات الأخيرة. ومعارض من الجانب الآخر بدأ يعاند بدأ يعاند. وأشقر على الصدارة صامد 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 على مقدمة هذا الشوط. نهرين معاند أشقر وأرى القادم أحلى أيضا مع مبلش لمتعب بن جابر بن ربيع الجابر المري اللحظات الأخيرة. ومعاند يعاند في اللحظات الأخيرة في ختام هذه الأشواط مع أشواط الإنتاج. معاند ولكن مبلش قادم معاند في اللحظات الأخيرة. تهانينا لمالك معاند مكتوم بسعيب منانة. المركز الثاني مبلش متعب بن جابر المري. المركز الثالث نهرين سالم بن محمد سليم العفاري. المركز الرابع ياتي أشقر لمحمد بن خلف بن خادم الرميثي. المركز الخامس شاهين لسعيد بن محمد بسعيب بن مروشد. هذه النتيجة للخمس المراكز المتقدمة. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى. لنا عودة مع التوقيت الزمني 9:27 خمس أجزاء من الثانية هو توقيت معاند. تهانينا لمكتوم بن سعيد بن منانة على فوز معاند بالمركز الأول. بينما اللي وصل مع المركز الثاني ياتي أيضا مبلش في اللحظات الأخيرة 9:27 ثمان أجزاء من الثانية. تهانينا لمتعب بن جابر بن ربيع الجابر المري على فوز مبلش مع المركز الثاني. المركز الثالث ياتي نهرين 9:28 أربع أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك نهرين سالم بن محمد بن سريم العفاري. تهانينا للجميع والناموس. وإلى ملخص سباقي هذا الصباح مع الزميل حمد بضبيب الشامسي. شكرا للزميل سالم خليفة. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل في